الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: لا كسوف للشمس إلا في ليالي الإسرار، ولا خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار. لا كسوف للشمس إلا في ليالي الإسرار، ولا خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار. وقد ذكر هذه القاعدة ابن أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة صدقتها التجارب والحساب، فلا يمكن أبدا أن يقع كسوف للشمس إلا في أواخر الشهر، وهي ليالي الإسرار التي يستسر فيها القمر فلا يبدو ولا يراه الناس، وهو في آخر الشهر ومبتدئه. ولا يمكن أن يحصل خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار، أي في 13 و14 أو 15، يعني وهي الليالي التي يسميها العلماء بالأيام البيض لشدة ضوء القمر فيها. وكل من قال بخلاف هذا فإنه ليس بذي خبرة كافية في مسائل الحساب الفلكي.